السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان. من منطقة التبين وبالتحديد في منطقة الدوران أسفل كوبري المرازيق شارع أبو آية. تفاصيل وقعة مقتل شاب حرقا على يد خطيبته وأهلها ومساعدة جارتهم بسبب وجود خلافات بينهم بعد أن اتفقوا مع بعض وأعدوا العدة للتخلص من الشاب بسبب تلك الخلافات. الشاب عقد قرانه بعد تعرفه على الفتاة خطيبته المتهمة وعقد قرانه عليها وتفصلهم ايام قليلة عن الفرح. زي ما احنا شايفين الشارع ده هو اللي حصلت فيه الواقعة، لكن بسبب فرض الكردون الامني صعب دخولنا الى مسرح الجريمة لنقل التفاصيل من داخل المسرح الجريمة. زي ما قلنا ايام قليلة كانت تفصل الشاب عن اتمام زواجه من خطيبته او زوجته اللي كتب عليها كتابه منذ شهرين بسبب خلافات بينهم. في اكتشفت هي بعد كده انه على علاقة ب علاقات نسائية وانه خانها، فقررت انها تتخلص منه ومساعدة اهلها وشقيقتها وزوج شقيقتها واحد الجيران في البيت اللي بيقطنوا فيه. زي ما احنا شايفين منطقة شعبية، وبسبب فرض الكردون الامني من رجال المباحث لم نستطيع الدخول الى مسرح الجريمة. ننقل تفاصيل الواقعة من اعلى كوبري المرازيق فوق مكان الواقعة. زوج شقيقة المتهمة خطيبة المجنى عليه تدخل في الموضوع لانهاء الخلاف، فتم الاتفاق على انه ينفصل عنها بهدوء دون مشاكل ويتم اجراءات الطلاق خلال اسبوعين. بالفعل اتفق كل منهم على انهاء الامر بالطلاق ورد الهدايا والخصوصيات اللي بينهم لكل منهم. خطيبة المجنى عليه المتهمة كانت اشترت هاتف محمول ليه وطلبت انه يردوا ليها، فاستعانت بزوج شقيقها اللي على الفور اتصل بيه وطلب منه رد الهاتف المحمول وانه يجي يوم الواقعة عشان يرد الهاتف ويستعدوا لإنهاء اجراءات الطلاق. أثناء ذلك حضر المجنى عليه الى منزل خطيبته المتهمة وشقيقتها زي ما احنا شايفين كده في الشارع اللي امامنا اسفل هذا العقار، لكن بسبب وجود وفرض الكردون الامني من رجال المباحث لم نتمكن من دخول مسرح الجريمة. بالفعل حضر المجنى عليه الى منزل خطيبته ولكنه لم يحضر الهاتف المحمول اللي اتفقوا على رده لخطيبته مرة أخرى. نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوج شقيقة خطيبته المتهمة تطورت إلى التشابك بالأيدي. في الوقت ده اتضح إن خطيبة المجنى عليه وشقيقتها وأحد
واحدى جارتها في العقار اللي تقطن فيه اتفقوا على التخلص من المجني عليه الشاب 22 سنة في منطقة المشروع الامريكي في حلوان، بانه يقوموا بعملية طعنه واشعال النيران داخل مسكنهم والقاء جثة المجني عليه بداخلها حتى يتضح او يظهر ان الوفاة لا شبهة جنائية فيها. بالفعل زوج شقيقة المتهمة احضر مادة حارقة بنزين، زجاجة بنزين ملطوف، وقام بسكبها على محتويات الغرفة من العفش، وبعد ان قاموا بالتعدي على المجني عليه بالضرب المبرح وتسديد له طعنة وضرب على الرأس افقدته وعيه، سقط على اثرها على الارض، قاموا باشعال النيران داخل الغرفة واشعال النيران في محتوياتها والقاء جثة المجني عليه فيها حتى يتضح ان الوفاة نتيجة الحرق ولا توجد شبهة جنائية. الاهالي هنا على الفور، اهالي المنطقة على الفور خرجوا من بيوتهم لانقاذ الاهالي من النيران واخراجهم خارج العقار والسيطرة على النيران حتى لا تمتد الى باقي العقارات المجاورة، بالاضافة الى انهم قاموا بابلاغ رجال الشرطة ورجال الحماية المدنية بالواقع. اثناء ذلك اكتشف اهالي المنطقة اثناء سيطرتهم على النيران ان هناك شخص داخل النيران، شاب عشريني ينازع الموت بعد تعرضه للحرق داخل النيران. بعد ان قام الاهالي باخراج جميع من في العقار اكتشفوا ان هناك شاب داخل النيران ما زال على قيد الحياه، قاموا ايضا باخراجه وطلب رجال الاسعاف لنقل المستشفى لتلقي العلاج. رجال الشرطة على الفور ورجال الحماية المدنية أتوا على الفور وقاموا بالسيطرة على الحريق واصطحاب خطيبة المجني عليه وشقيقتها وزوج شقيقتها إلى ديوان قسم التبيين لاتخاذ الإجراءات القانونية وسماع أقوالهم حول الواقع. تم نقل الشاب أيضا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا إنه فارق الحياة بعد فترة قصيرة لم يثبت امام اصاباته البالغه التي تعرض لها نتيجه الحريق. المعلومات والتحريات الاوليه اكدت ان خطيبه المجني عليه وشقيقتها وزوج شقيقتها واحدى جارتها في العقار اتفقوا فيما بينهم على التخلص من المجني عليه عن طريق حرقه انتقاما منه بسبب اكتشافها خيانته ليها وإلقاؤه في النيران حتى تبين أن الواقعة نتيجة الحريق ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة. رجال المباحث تمكنوا من جمع التحريات الأولية التي أثبتت إدانة خطيبة المجني عليه، تم احتجازها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المتهمة وشقيقتها وزوج شقيقتها على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق لحين ورود تقرير المعمل الجنائي لبيان سبب الوفاة الحقيقي. حالة ذعر هنا أيضا بين الأهالي بسبب الحريق بسبب الوقع واللي شافوه اثناء اخراجهم جثة المجني عليه اثناء منازعته للموت ومنظره
وهو خارج من الحريق. مجال المباحث فرضت ايضا كردون امني حول مسرح الجريمة زي ما هنشوف دلوقتي كده الشارع. استعدادا لانتقال رجال وفريق النيابة العامة لسماع اقوال شهود العيان وتنسيق المتهمين لجريمتهم. من منطقة المرازيق منطقة الدوران كوبري المرازيق تفاصيل وقعة مقتل شاب على يد خطيبته انتقاما منه لاكتشافها خيانته ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومتابعي اليوم.